أعلنت وزارة النقل إطلاق مبادرات جديدة لتعزيز الحضور في مهرجان العالمين الجديد، حيث ستنظم رحلات يومية بأتوبيسات فاخرة من القاهرة والإسكندرية إلى مدينة العالمين الجديدة. وتشمل الرحلات الأماكن المختلفة داخل المدينة مثل المعارض والشواطئ ومناطق الحفلات لخدمة المشاركين والحضور بشكل شامل. كما تم الإعلان عن إطلاق خدمة جديدة لخط أتوبيسات كهربائية داخلية مميزة لربط جميع المناطق بالمدينة والمهرجان.